السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي الوحدة الثالثة آه إذا آه اليوم عندنا الحصة الثانية من درس قي... حساب قياسي مساحة المضلعات الاعتيادي إذا ننتقل إلى صفحة ستة وخمسون حول حساب مساحة المضلعات الاعتيادي اذا نبدا هذه الحصه بتمرين اذا استعينوا بالمعطيات المناسبه لحساب مساحه كل من الشكلين في دفتر اذا هنا لاحظ السؤال جيدا السؤال يقول استعينوا بالمعطيات المناسبه هذا يعني ان هناك معطيات غير مناسبه يعني انه هناك تكون نابيل لي دوني يعني هناك المعطيات المشوشه في بعض التمارين مره المسائل خاصه يعني كتلقى كيعطيونا معطيات ولكن لا نستعملوها اذا هذا الشيء اللي في التمرين هذا اذا هنا المعطيات دابا عندي انا باغي نحسب مساحه المعين ومساحه متوازي الاضلاع اذا بالنسبه للمعين شنو كنستعمل شنو كنحتاج كنحتاج القطر الكبير وكان احتاج القطر الصغير فقط إذا كان عندي القطر الكبير والقطر الصغير فقد وصلت إلى مساحته إذا دابا عندي لدي بي دي أو هو القطر الكبير إذا عندي ثم عندي أسي أما الضلع فما غاديش نحتاجه. إذا الضلع وقتاش غادي نحتاجه. كنت نحسب المحيط ولكن أما بالنسبة للمساحة فيكفيني وجود القطر الكبير والقطر الصغير اذا انطلاقا من القطر الكبير والقطر الصغير سنحسب مساحة هذا المعين اذا المعين اس يساوي ان القطر الكبير اللي كنرمزو ليه بالدي ثم القطر الصغير بوتي دي دي دونك هنا دي يعني لو ديامتر جايه من ديامتر في مقسوم على اثنان مقسوم على اثنان اذا عندنا الدى كبيره كتساوي 10 سنتيمتر غادي نضربها في الدي صغيره اللي كتساوي 6 سنتيمتر يعني اس والكل مقسوم على 2 اذا عندنا هنا 6 كنقسمها على 2 كتعطينا 3 3 في 10 30 اذا 30 سنتيمتر مربع هي مساحه المعين اذا بالنسبه لمتوازي الاضلاع شنو كنحتاج عندما اريد ان احسب مساحه واش غنحتاج هذا الشيء كامل لا اعتقد اذا هما عطاونا جميع القياسات يعني كيعطيونا لو بوسيبل ولكن حنا غنحتاجو فقط غادي نحتاجو القاعده نتاع متوازي الاضلاع هذه ولا الفوقانيه بحال بحال وحده منهم ثم الارتفاع الموافق ثم الارتفاع الموافق هادو هما المعطيات الاساسيه اللي تخليني نحسب مساحه متوازي اضلاع لان متوازي اضلاع كنحسبوا مساحته بحال اللي كنحسبوا مساحه المستطيل ولكن شي مرات مثلا آآ آآ شنو المقصود بالارتفاع الموافق هو الارتفاع ديال ديك القاعده اللي عندي يعني يمكنش مثلا عندي هذه وعندي ارتفاع هذا هنا ما غاديش نقدر نحسب المساحه او مثلا عندي هذه القاعده وعندي ارتفاع الموافق لهذه مثلا شي ضلع موافق عمودي من هنا مثلا دونك حتى كذلك لا استطيع دابا غادي نقلبو حنا على الدي سي و اش هما اللي غادي نحتاجو اذا الدي سي فين هو الدي سي هنايا اذا الدي سي هو هذا اذا الدي سي هو 90 سنتيمتر و كيساوي ا لان هذا الدي سي متوازي اضلاع من خصائصه ان كل ضلعان فيه متقابلان متقيسان ثم ا اش اش اذا اش هذو هما المعطيات الاساسيه لحساب الباقي سوسون دي دوني اللي ما غاديش نحتاج معطيات يعني كما سميناها مشوشة تشويش على المتعلم يعني هنا المتعلم كيبان واش هو ضابط الامور ولا ما ضابطش هذا هو الهدف من التمرين هذا دونك غادي نديرو اس تساوي اس كتساوي اذا شنو قلنا لا باز فوا اش لا باز فوا اش اذا عندنا لا هي دي سي والارتفاع هو اش AH. اذا غنديروا تطبيق عددي عندنا دي سي 9 ديال السنتيمتر وغادي نضربوها في اش AH اللي كيساوي 5 ديال السنتيمتر اذا النتيجه غادي تكون 45 سنتيمتر مربع اذا هذه هي مساحه متوازيه ننتقل الى التمرين الثاني جي فيكتو تو لي كالكول نيسيسير يعني غندير جميع الحسابات الضروريه اي جونتور لو كيا لا بيتي سيرفاس اذن هنايا غادي ندير جميع الحسابات الضروريه باش نحسب المساحات وفي النهايه الهدف هو خصنا نشوفو شكون اللي عنده لا بوتيت سيرفاس شكون اللي عنده اصغر مساحه اذن غادي نبداو مثلا نبداو بالمعين اذن كاين عندنا المعين غادي نكتبو هنايا عندنا مساحه نحسبو مساحه المعين ثم متوازي الاضلاع ثم المثلث اذا هذه المضلعات الاعتياديه هذا هو المضاد ديال الحصه وعندنا شبه منحرف شبه منحرف غادي نحسبوا مساحه بمساحه وفي النهايه نقارن ونشوف شكون هو اللي عنده اصغر مساحه اذا غنبداو بالمساحه الاولى للمعين اذا ماذا ما, هي مساحه المعين اذا مساحه المعين هي القطر الكبير في القطر الصغير على اثنين القطر الكبير عندنا 22 اذا 22 القطر الصغير عندنا 11 نقسمو على 2 ونشوفو النتيجه باش بالسنتيمتر مربع دونك قبل ما نديرو التطبيق العددي باش ما نتشتتوش غادي نمشيو كنحسبو واحد بواحد نحطو ومن بعد غيبقى لنا غير التطبيق العددي اذا متوازي الاضلاع متوازي الاضلاع نفس الخطر ترتكب في حصه سابقه اذا ما خصهمش يعطيونا من هنا حتى لهنا خصهم يعطيونا غير من هنا حتى لهنا هذه هي القاعده هذه هي القاعده القاعده ماشي هذا الشيء كامل اما الى 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 دابا هنا آه... وضع التمرين ما انتبهش بان هذا خصنا نقطعوه ونجيبوه هنايا وبالتالي بحال اللي كنحسبوا هذا المستطيل هذا ماشي هذا كله الى حسبنا الى درنا 20 في 10 غتعطينا هذا تعطينا جوج مثلثات صغار وحنا ما في حاجه ديك المثلثات الصغار اذا هنا شنو غادي ندير انا انا غادي نعتبر بان السهم واقف هنا وغادي نحسب المساحه ب 20 سنتيمتر بحال اللي من هنا لهنا ولكن راه خطا هذا السهم هذا اللي وصلت لهنا راه خطا اذا هنا اس تساوي شحال نسميو هذا اس واحد جوج ثلاثة أربعة باش ما نديروش لا كونفيزيون دونك هنايا اس جوج غادي تعطينا عشرين اللي هي لاباز وهذا الارتفاع الموافق الارتفاع الموافق عشرة اذا شحال كتعطينا غادي نشوفو من بعد بالسنتيمتر مربع المثلث المثلث شنو هي المساحه نتاعو هي القاعده في الارتفاع الموافق على جوج اذا القاعده عندي هي 18 في الارتفاع الموافق اللي هو 12 الكل مقسوم على جوج ثم غادي نشوفو بالسنتيمتر مربع النتيجه عندنا شبه منحرف شبه منحرف هو لاباز الكبيره هي 15 زائد لاباز الصغيرة القاعدة الصغيرة فوا الارتفاع اللي هو 9 الكل مقسوم على جوج اذا هذه هي آه يعني هذا هو هذه هي مساحه الشبه المنحرف اذا غنمشيو لتطبيقات عدديه اللي كاينه تطبيق هذا الشيء غادي نستعملوا حسابات بالكالكولاتريس اذا عندنا آه هنايا كيمكن نديروا 22 نقسموا على جوج كتعطينا 11 11 في 11 121 12, اذا النتيجه غادي تكون 121 ولكن نحن سا متاكد اذا 22 مضروبه في 11 مقسمه على 2 اذا 121 اذا هذا المعين هو مساحته 121 سنتيمتر مربع بالنسبه للمتوازي الاضلاع متوازي الاضلاع ما يحتاج كالكولاتريس اذا غنديروه هو 200 سنتيمتر مربع بالنسبه للمثلث غادي نديروا عمليه حسابيه هنا الا قسمنا 12 على 2 كتعطي 6 بحال اللي كديروا 18 مضروبة في ستة تمنطاش مضروبة في ستة اذا كتعطينا مية وثمانية. تمنية مية هي مساحات المثلث بقا لينا شبه منحرف شبه منحرف عندنا خمسطاش زائد سبعة كتعطينا اثنين وعشرين اثنين وعشرين إلى على جوج كتعطي حداش حداش في تسعود تسعود وتسعين حسبناها كذلك بدون ولكن سنتأكد سنتأكد لأن باش منطيحوش في الأخطاء اللي غتربي المتعلمين دونك هنايا عندنا خمسطاش زائد عفوا اذا زائد سبعة نعم اثنين وعشرين مضروبة في تسعود مقسومة على جوج اذا أه هي اثنين وعشرين مقسومة على جوج اثنين وعشرين على جوج كتعطي حداش 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 في تسعود إذا نعم صحيح إذا شكون هي دابا السؤال لا بلي بوتيت سيرفاس دابا السؤال النهائي اللي خصنا نجاوبو عليه شكون هي لا بلي بوتيت سيرفاس إذا هي ديال شبه منحرف إذا شبه منحرف حيت تسعود و تسعين سنتيمتر مربع إذا لو ترابيز لو ترابيز إي لا بلي بوتيت سيرفاس Voilà, donc هذا هو ليكزرسيس نميرو <hesitation> تخوا، دونك اونباس احسب قياس مساحة كل من الجزء الأحمر والجزء الأصفر، إذا الجزء الأحمر هو عبارة عن متوازي الأضلاع، إذا الجزء الأحمر، ثم مساحة الجزء الأصفر. هنا مساحة اذا اس ان تساوي نسميوها اس جون وهنا آه هنا يغوج. اس غوج اس غوج وهنا اس جون يعني المساحه الحمراء والمساحه الصفراء اذا المساحه الحمراء عندنا عباره عن متوازي الاضلاع اذا متوازي الاضلاع باش نحسب مساحته خاصنا هذا الضلع هذا اللي كنسميوه قاعدة والارتفاع الموافق الارتفاع الموافق هو هذا ولكن هذا الارتفاع الموافق ليس صريحا ليس صريحا ديما خصنا ننتبهوا لهاد الامور في الرياضيات المعطيات شي مرات ما كتكونش صريحه اذا كتكون معطيات يعني هنايا إه هنايا معطيات غير صريحه اذا هنا ها آه دونك التمرين شويه نعم إذا فعلا هنا المعطيات غير صريحة هنا مية وثلاثين إذا لاحظوا جيدا هنا هاد هادو راه جوج جو شرطات هنا جوج شرطات وهنا جوج شرطات وهنا جوج شرطات يعني هاد الأضلاع متقايسة هنا عندنا ثلاثة ثلاثة يعني أن هنا ستين إذا خصنا أول حاجة نوزعو القياسات باش ديك الساعة نقدر نحسبو المساحة إذا هنا عندنا ستين باش نبينو المعطيات هنا ستين متر إلا كانت هنا ستين متر شحال هنا يا. مية وثلاثين ناقص 60 إذا كتعطينا سبعين متر إذا كانت هنا سبعين متر سهنا غتكون سبعين متر وإذا كانت هنا سبعين متر وهنا حتى هنا سبعين متر إذا ها حنا لقينا الارتفاعات كانت المعطيات غير صريحة حنا وضحناها دابا واش بإمكاننا نحسب المساحة؟ نعم لأن دابا المساحة ديال المتوازي الأضلاع غادي تكون هي هاد القاعدة الارتفاع الموافق الارتفاع الموافق هو هذا هذا هو الارتفاع الموافق اللي الطول تاعو 70 اذا دابا غادي نمشي نطبق اذا عندي اس ديال متوازي الاضلاع هي لا باز فوا اش اش هو الارتفاع الموافق اذا عندي هي 70 وغادي نضربها في الارتفاع اللي هو 70 70 في 70 علاش لان هو غادي يجيني بحال مربع دابا لو كنقطعو من هنا دونك هنا غادي نقطع من هنا, هنا, هنا وغنرد هذا الهادشي غادي يجيني بحال شي مربع دونك هنا 70 في 70 اذا 49 ونزيد جوج اصفار اذا 4900 متر مربع 7 في 7 49 كنزيدو جوج لي صفر اذا هذه مساحه الجزء الاحمر دابا مساحه الجزء الاصفر الجزء الاصفر هو عباره عن هو عبارة عن مثلث قاعدته ستين وارتفاعه سبعين إن هذا هو الارتفاع الموافق للمثلث لأن المثلث في هذه الحالة هو عبارة عن حالة خاصة إذا غادي يكون عندنا هو ستين لأن مساحة المثلث هي هي القاعدة في الارتفاع على جوج إذا عندنا القاعدة هي ستين غادي نضربها في الارتفاع اللي هو سبعين وغادي نقسم شيء على جوج إذا غادي تعطيني سبعة في ستة يعني يعني ألفين ومية إذا ألفين متر مربع متر مربع إذا هذه هي مساحة الجزء الملون بالأصفر إذا ننتقل إلى ليكزيرسيس نيميغو هو التمرين الثالث ولكن خمس في الكتاب إذن هنا عندنا أه أنجز النشاطين في الدفتر أحسب قياس مساحة المضلع أ بطريقتين هو مضلع عبارة عن شبه منحرف إذا في الطريقة الأولى غنطبق طريقة حساب مساحة شبه منحرف إذا نديرو جوج طرق الطريقة الأولى غنحسبوه على شكل شبه منحرف والطريقة الثانيه كيمكن نحسبوه على شكل ثلاثه المثلثات او لا متوازي اضلاع ومثلث وانا كنفضل على شكل ثلاثه المثلث نبداو بالطريقه الاولى اننا نحسبوا على شكل شبه منحرف اذا اس تساوي عندنا شبه منحرف شنو هي القاعده الكبرى نتاعو هي 13 وحتى هنا 13 اذا هذه معطى لم يكن صريحا حنا صرحناه هذا كذلك هنا 13 سنتيمتر هنا خصنا المعطيات هنا عندي الارتفاع 12 اذا دابا كيمكن القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع على اثنان هذه هي مساحة شبه منحرف يجب حفظها ب كبيرة عندنا هي ستة وعشرين لأن من هنا لهنا 13 ومن هنا 13 يعني هنايا عندنا ستة وعشرين إذا ستة وعشرين غادي نضربها في الارتفاع اللي هو 12 عفوا هذه الله القاعدة الصغرى الكبرى عفوا عفوا هنا زائد هذه دابا ستة وعشرين يلاه كبيرة عاد نزيد عليها 13 ديال البي صغيره عاد غادي نضربه في 12 اللي هو الارتفاع ونقسمو على جوج اذا غتعطينا 39 غادي نضربوها في 12 الا قسمناها على جوج كتعطينا 6 اذا بسنتيمتر مربع نشوفو النتيجه 39 في ستة اذا كتعطينا سنتيمتر مربع دابا حسبناها نمشيو نديرو طريقة أخرى ونشوف واش نحصلو على ميتين وربعة ولا أننا حنا غالطين إذا شنو غادي نديرو غناخدو مثلث من مثلثين لأن هاد المثلث في المساحة نتاعو قد هاد المثلث قد هاد المثلث إذا غادي نحسبو مساحة مثلث وغنضربوها في ثلاثة إذا غنديرو ثلاثة في مساحة أحد المثلثين إذا ناخدو المثلث هذا اللي يعني لان عندهم كلهم متساويه الساقين وعندهم نفس القاعده لان هذه كتقيس هذه كتقيس هذه وعندهم سيقان متقايس وبالتالي هو نفس المثلث اذا غادي ندير ثلاثة مساحه هذا المثلث شنو هي هي 13 يعني قاعده في الارتفاع الموافق اللي هو 12 قسم على جوج النتيجه واش غادي تعطينا اذا واش غتعطينا آه، إذن ثلاثة في تلتاش كتعطينا تسعود وثلاثين مضروبة في تناش مقسومة على جوج اذا هي تسعود وثلاثين تناش مقسومة على جوج كتعطينا ستة اذا لاحظوا بدات النتيجة كتبان فعلا إذن النتيجة النهائية هي ميتين وربعة وثلاثين سنتيمتر مربع وهناك طريقة اخرى نحسبو مساحة هذه المثلث ونزيدو عليها مساحة متوازي الاضلاع إذن وكل الطرق تؤدي إلى روما إذن هنا السؤال ب جو كالكي لا سيرفاس كونساكري ا شاك ريكولت إذن هنايا عندنا لا ريكولت ديال لي كاروت يعني ح... يعني ال... لحصو... المحصول المحصول ديال الخيزو والمحصول ديال الفراز والمحصول ديال لي طوماط ديال الطماطم إذن لي كاروت هما هادو لي فراز وهادو لي لي طوموات دونك بغينا نشوفو المساحه ديال هاد هاد لي ريكولت هادو اذا دابا غادي كيفاش غادي نحسبو هادو سو دي تريونغل هادو سو دي تريونغل وحنا كنعرفو بان لو تريونغل الا بغيتي تحسب مساحته خصك تحدد قاعدته وارتفاعو اذا ناخدو الفراز اذا هنا هادي هي قاعدته وفينا هو ارتفاعو هو هذا هو خمسين لان هذا هذا هو الارتفاع الموافق غير هو كيجي خارج المثلث دابا حنا مولفين كنشوفو دابا هادو من بين المعلومات اللي كتربك المتعلمي كيكون دابا هو كيعرف بان ماشي علاش قراونا واحد النهار الدرس ديال الارتفاع الارتفاع كيكون غير الداخل هو كيعرف الارتفاع كيجي من الراس وهبط على الضلع الموافق ولا القاعده ولكن شي مرات الا كان عندنا المثلث بحال هذا النوع هذا الارتفاع راه برا دونك هنا خصنا نمددو هذا على الارتفاع هذا هذا المثلث هذا ارتفاعه خارجه اذا الارتفاع لان خصنا نطبقوا قاعده الارتفاع شنو هو الارتفاع التعريف ديالو بار ديفينيسيون الارتفاع هو اللي كيهبط كيجي من الراس هبط مسقط عمودي على الحامل على الضي ما يمكنش حنا الارتفاع نجي نديرو له هنا ما يكون عمودي وبالتالي غنضطروا اننا نخرجوه كما هو الحال هنا هذا مثلث هذا هو الارتفاع الموافق لهذه القاعده اذا هنايا غادي نطبقوا هذه هد القاعده اذا الا بغينا نحسبوا la surface des fraises, la surface consacrée, donc consacrer euh, à la récolte, à la récolte des fraises. دونك هنا هادي لا بروميير سيرفاس دونك شنو غادي نديرو غانخدو القاعدة دابا هنايا هاد المعطى هذا معطى غير صريح ضمني اذن خصنا نبينوه غادي نجيو نشوفو هنا قالو لنا tomato... هنا تلاتين يعني هنا تلاتين وهنا تلاتين اذن من هنا لهنا تلاتين ماتر اذن هاديك هي لا سيرفاس من تما غادي نبداو اذن هاديك هي لا باز دونك تلاتين غادي نضربوها في الارتفاع الموافق اللي هو خمسين وغاديفيزي بار دو دونك 3 fois 5 est égal à 150 fois euh, divisé par 2. 100, 1500, pardon. Divisé par 2, donc ça a à 6 mètres Donc, il la surface pour les fraises. D'abord, on les tomates, les tomates. Donc, la surface consacrée. على ريكولت على ريكولت دي طومات دونك شنو غادي نديرو اس اتقال. هادي s 1 دابا اس 2 2 دو. شنو غادي تعطينا عندنا القاعده هذه هي القاعده شحال فيها فيها ستين اذا هذه خصنا نبينوها إذن هنا عندنا ستين هذه 30 وهنا 30 اذن ستين متر كقاعده والارتفاع هو هذا نيت علاش لان الارتفاع جا خارج لو تريونكل دونك اوتيل غادي تكون هي 60 كقاعده الارتفاع الموافق اللي هو خمسين ديفيزي بار دو اذن 6.5 كي خمسة 30 ونفاجوتي دو زيرو وون ديفيز بار دو اذن كي متر كار دونك عطات لينا لي هنا غادي نقلبوا الامور هنا القاعده هذه هي القاعده علاش لان هنا ما هنا ان طونك هذا سي هذا هذا هو الراس ديال لو تريونغل دونك هنايا غادي غادي نردوا هذه هي لا وهذا هو الارتفاع الموافق لان الارتفاع هذا هو هذا دونك هذا الارتفاع سي لو ميم شوز كو هذا ها هنايا 50 ان الارتفاع كيجي هبط من الراس ولكن هذا سي لو ميم شوز دونك هنايا شحال عندنا هاد لا ديستونس حيت هذا متوازي اضلاع اذا عندنا هنا 30 60 اذا هنا 90 متر وهنا عندنا يعني 50 متر اذا غادي دابا المساحه غادي تكون كتساوي بيان دونك كونساكري على ريكولد

حيت قسمنا ألفين ، آلاف على جوج عطات ألفين وخمس ميه إلا قسمناها جوج ميتين وخمسين ، فوالا دونك هادو هما لي تخوا سيرفاس كونساكري أ لا دو دي كاروت دي طومات إي دي فريز إذا هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول حساب المساحات للمضلعات الإعتيادية من كتاب المفيد في الرياضيات السنة الخامسة ابتدائي